هاي جايز، شلونكم؟ مرحبا بكم بقناتي مره ثانيه. اليوم انا حصور لكم شنو بالضبط انا اكل لمده يوم كامل. اذا انتم ما شفتوا مات الفيديو مال الاسبوع اللي فات اللي تحدثت عن شلون انا خسرت 10 كيلوات بثلاث اشهر، راح احط لكم هذا الفيديو بالبايو جوا حتى تشوفوه. واني بهذاك الفيديو شرحت انه شلون انا غيرت طريقه اكلي، واليوم هذا الفيديو حشوف لكم بالضبط شنو انا قمت اكل. قبل ما ابلش بهذا الفيديو حاب اقول اذا هاي انتم مرة تشوفون قناتي، بليز لا تنسون تحطوا لي لايك على هذا الفيديو وتسوون سبسكرايب على ماي شانل وتفعلون الجرس حتى يوصلكم تنبيه كل ما أنا أنزل فيديو. راح أصور لكم طبعاً كل شيء، راح أصور لكم من ما أول ما أقعد، وتشز يعني هسه بالضبط. أخليكم وياي، فيس ستي تون. أوكي جايز، أول شيء راح نبلش بيه هي بقهوة الصباح. أنا أستخدم هذا الجج، أحبه لأنه لما أسوي مات الآيس كافي تبقى كلش باردة. طبعا تصوير بايد وحده، كل ثلج وقع بالقاع، شاطره مريم. سو هسه طبعا دا استخدم الكاب هذا مال سكند كاب مال المحل مالتنا. ماما تجيب لي القهوه كل يوم، يعني مال قبل بيوم. واستخدم هذا الديلايت اللي بيه زيرو شكر. طبعا ملعقه وحده بيها 20 سعره حراريه، انا استخدم كميه كلش قليله ويا الايس كافي مالتي. بالضبط شنو اني اكل ويا القهوه. طبعا دائما احب اكل في شيء بحلى. اول ما رجعت من السعوديه يعني هذا كانت اكلتي المفضله، قهوه وتمر ويا جوز وطحينيه، يعني كانت اطيب شيء صراحه. بس هسه بهالفتره هذه يعني طبعا كل مره تجيني فتره اطيح في شيء، فهالمره طايحه بشنو؟ peanut butter and jam. اوكي هالفتره هذه ما ادري ليش انا كلش مشتهيته. فانيويز طبعا اني استخدم الكريسبي مينيز. اوكي هو هذا بطعم الكراميل والشوكليت. اوكي واكو وحده ثانيه بس كراميل، بس احب الكراميل والشوكليت صراحه خيال. والوحده السعر الحراريه مالتها بس 60. اليوم انا جوعانه فراح اكل اثنين. كان هذا اول مره اجرب الكرافت بينت باتر، صراحه خيال خيال. بالعادة اجيب يعني دائما الاورجانيك وما ادري شنو، هالمرة خلاص. الحرام هاي متكسرة. اتس اوكي. طب حتى لو تاكلوه يجي وحدة هم كلش طيب، يعني بيطعم حلى خفيف بس مش خفيف. هاي الثانية لا يعني مكسر. والله وسختها للقاع. بس اوصخ. I'm sorry guys by the way، شعري مكفش بدون مكياج، دا اصور لكم ترى على الطبيعه، يعني والله لا دا ازيد ولا دا اقلل، يعني بالضبط شنو اني اكل وشنو اني اسوي وشلون شكلي الصباح. This is it، peanut butter and jam. اوكي راح اسويها اللفه كلش لفه. لفه. بالعادة أنا أكل وحدة من هذول الكريسبي مينيز، بس أنا اليوم دا أكل اثنين. طبعاً وحدة رح أكلها خالية ما أحط بيها أي شيء، والثانية أحط بيها البينات باتر. طبعاً يعني مرات أحط بيها موز هم، مو إلا مربى، بس هالمرة حبيت أجربها ويا المربى. طبعاً هاي المربى ما أعرف صراحة السعرات الحرارية مالتها شقد، لأنه جبتها يعني من مكان هو سووه يعني من البيت على ما أعتقد. السعرات الحرارية هي 60 مال الكريسبي مينيز للحبة الوحدة. لا يغركم هذا المنظر، أنا ما قاعدة أشتغل من أكل، كلش أحب أتفرج نتفليكس. كلش كلها شهي. إي كلش. لا هواية. هي شنو بيها دهن؟ لا. مو دهن. كي قليل يعني مو هواية، يعني حوالي شقد يعني؟ Not a lot. واو والله طيبة تخبل. أريد بعد كلش طيبة. ساكت مالتنا حط لها ماجي أو ما دجاج. هاي ما بيها ماجي، أبيها الماجي ذاك الأورجانيك. لا والله أبيها كلش طيبة. ملحة زين؟ لا ملحة
راح اخلص اخلصها مملحه. كلش طيبه اشتيلك. طبعا مثل ما شفتوا انا شويه شربت شوربه، بالعاده طبعا ما اشرب ويعني ما اكل غير هو البيض والفطور مالتي، بصراحه كلش اشتهيتها. هسه يا عمتي سوتها فريش على مود اخويا خطيه صار بيه كورونا، فدا اخذ له شوربه هسه للبيت. ما تنحسب لي شويه شربت. ما بيها شيء. وهسه صار وقت الفطور، دا استخدم الاوريجينال كريسبي ميني، طبعا هاي ما بيها اي نكهه، وثلاث بيضات مسلوقة وخيار وطماطة، وراح أشوف لكم إيش راح أسوي اللفة بهاي الكريسبي ميني. هنا دا أحط بابر وراح أحط الملح، طبعا أنا هواي أحط ملح، فيعني ما أدري إذا انتبهتوا كلش أحط ملح بالأكل مالتي، حاولت أقلل صدقوني بس هالشي هذا كلش صعب صراحة. من أطيب الأشياء اللي أنا أكلها يعني أنا أستخدم هذه الكريسبي ميني بدل الخبز، كلش تشبع وسعرات الحرارية مالتها كلش قليلة. بالعادة أنا أكل اثنين وقت الفطور، الوحدة بيها 35 سعر حرارية. طبعا مو على طول أنا أكل بيض مسلوق، مرات أقلي عين أو أسوي مخبوط، بس أحط كمية دهن كلش قليلة. طبعا انا هسه خلصت من الجيم، حرقت قريب ال 1000 كالوريز، بالعاده انا احرق ما بين ال 1000 الى 1300 كالوريز، فهسه راح ادخل جوا راح اكل. طبعا اليوم الاكل هم قريبا نفس مال البارحه، صدر دجاج، طبعا انا الدجاج ما اوزنه، يعني شوف ايش قد يطلع هو الصدر، هو انا احطه، وتمن راح اشوف لكم هسه ايش قد تمن. على الاكثر هم اكو زلاطه، راح اخلي وياها زلاطه وراح اكل، وهم الجرين تي كلش كلش مهم صراحه. يعني احس من اشرب الجرين تي يعني ينطيني اولا طاقه، وثانيا يساعد على الهضم. مع العلم يعني انا صح مدا اكل هوايه، بس كلش يساعد على الهضم، وهم معروف انه الجرين تي يحرق، يعني كل ما احد يشرب جرين تي يحرق الكالوريز اللي بالجسم او الدهون او شو شلون. فيا خليكم وياي حتى اشوف لكم شنو بالضبط انا راح اكل اليوم. أنا وقت الأكل، هل بس أرتب المائدة أشوف لكم إيش بدي أكل. مو فد شي يعني أو ماي جاد، بالضبط نفس أكل البارحة، بس الدجاج شوي أطيب اليوم من البارحة، لأن هذاك كان مسلوق، هذا فريش اليوم سووه. أوكي جايز، سو بيسكلي نفس الشي، فلست الدجاج، أحب يعني يكون مفلس. اطبخ انا الدجاج ويا العظام مالته، يعني ما اشيل العظام من عنده لانه ينطي نكهه كلش طيبه. نفس الشيء ويا الجلد، بعدين كله ينشال. ومثل ما شفتوا وزنت، مو وزنت بس يعني اي ميجرد التمن، ايش قد استخدمت؟ نص كوب، ما ادري هم حخلصها لا، مرات والله يعني اخلي اقل، مرات حتى ما اكل اذا شبعانه، بس اليوم انا صدق كلش جوعانه. وسلطة طبعا بالزلاطة ما احط لها اوليف اويل، ما احط لها اي شيء، يعني مرات احط لها ليمون، اليوم ما عاجبني حس ولا دريسنج، ما احط يعني اليوم انا بلاعيمي اذا تاذيني، فما حطيت ليمون، بالعاده احط ليمون بس هالمره ما حطيت ليمون. وعندنا جرين تي مالتي الجرين تي، وهاي ماما مسويه شوربه عدس، تريدني اذوقها؟ كلش طيبه. طب حطيني شويه، ما ادري هتنحسب لو لا. ماما معروفة بشربة العدس، والله كلش طيبة تسويها. اوكي. لان المرة خليت لها جزر وكرفس. والله؟ اي والله. بس انت تحطي لها جزر مرات؟ اي بس كرفس حمص ويا البصل. الله يستر داقح. اوكي سو راح ابلش اكل. وهذا كل أكلي لمدة يوم كامل، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، أحبكم كلش، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات ثانية عن قريب يا رب. وإذا ما مسوي لي سبسكرايب سووا لي سبسكرايب. باي.